بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعينا الكرام. حلقة اليوم إن شاء الله هي للبنات المتعطلة عند الزواج، والبنات والنساء الذين يتعطر عندهم الزواج فلا يتم لهم الأمر، فربما يكون قبول ويكون خطبات ويكون كلام، ولكن يبقى ذلك من بعيد. فإذا تقدم العريس إلى الخاطب إلى خطبة البنت فإنه لا يتم لها الأمر، وذلك راجع إلى عدة أسباب. ربما يكون بسبب سحر أو سحر الربط أو وقف حال، أو بسبب عين، فإنها قوية جدا العين، إذا تلبست بالبنت الجميلة أو المرأة الجميلة الحسناء فإنها تمنعها من الزواج، وربما تشوه لها حتى جمالها. العين قوية جدا، فاحذروا منها أيها الإخوة الكرام، واكتموا أسراركم، فإن بكتمان السر فإنكم تنالون المراد بإذن الله تعالى. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحته عن الاستعانة بالكتمان في قضاء الحوائج، فإنها تكون بإذن الله تعالى. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، والحكمة في ذلك هو أنه لا يطلع عليها من في قلبه الحسد، فتتوكل شياطين الحسد على تلك النعمة فتزول ولا يتم الأمر أيا كانت هذه النعمة. وهذه الصورة التي سأضعها لكم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة فإنها حفظ من السحر ومن العين، وتفك سحر الربط وسحر تعطيل الزواج، وتفتح النصيب بإذن الله تعالى للبنات المتعثرات عليهن الزواج، وكذلك لمن كبرت في السن ولم يطلبها أحد للزواج، فتستعمل هذه الفائدة فإنها نافعة جدا، وقد طلبوها مني الكثير من الإخوان. وهذه الفائدة من المجربات أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات، وتنفع كذلك حتى الرجال، بل كثير من الرجال يعانون من نفس الشيء ومن نفس الأعراض ومن نفس العوارض، يعني تجده يشتغل وعنده مال وعنده قدرة ولا يستطيع الزواج، يمنع من الزواج وليس عنده قبول عند النساء، فيمنع من ولا يوفق في الزواج، فيتأخر في الزواج كثيرا. والزواج نعمة وتحصين أيها الإخوة الكرام، وذرية وأسرة ومؤسسة عائلية عظيمة أيها الإخوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من كل نعمه في الدنيا. هذه الصورة صورة الشمس، الشمس وضوحها، والشمس وضوحها والقمر إذا تلاها. هذه الصورة القصيرة عظيمة أيها الإخوة، ولها أسرار روحانية وتجليات ربانية عظيمة في هذا الباب، وفي التوفيق والحفظ، ولمن كان لا يوفق في الأعمال وفي الرزق وفي التجارة وفي غير ذلك فإنها عظيمة في ذلك. وكذلك تنفع العانس والتي تأخرت عن الزواج، أو التي عندها عسر أو ربط أو سحر الزواج تعطيل الزواج، فإنه ينفك بإذن الله تعالى ويأتيها نصيبها سريعا، ويتم لها الأمر بأمر الله تعالى. وهي صورة عجيبة ولها خواص، لكن أيها الإخوة الكرام لا يمكن للإنسان أن يستعمل فائدة من الفوائد ويتوقف بسرعة، فالاستمرار هو سر التجلي، التجلي في جميع الأسرار التي وضعناها في هذه القناة، وهو استمرار الأذكار في يوميا حتى يحصل التجلي، فإن ملائكة تلك الآيات وتلك الأسماء وتلك الروحانية تصبح تذكر معك إذا داومت على الذكر، فيصبح عندك علاقة نورانية مع هذه الآية وروحانيتها وأرواحها، فيحفظك الله سبحانه وتعالى ويسخرهم لك لكي تخدمك. والقرآن وحده كافي، وما يفعله القرآن لا يفعله لا خادم ولا غيره، وما تفعله أسماء الله الحسنى لا يفعله خادم ولا غيره. فعليكم بذكر الله تعالى بنية التعبد، فيكون يحصل المراد بإذنه، ويحصل التجلي ويحصل التسخير. والقرآن نفسه روح أيها الإخوة الكرام، فذلك وارد في القرآن الكريم بأمر الله تعالى. وصورة الشمس تقرأ يوميا،
يكون الإنسان مدمن عليها، تكون المرأة مدمنة عليها، والرجل كذلك يدمن على قراءتها كإدمانه على الأشياء التي يحبها، يوميا يقرأها صباحا ومساء ولو مرة واحدة، وإذا قرأها 7 مرات فقد اكتفى، يقرأها 7 مرات في الصباح و7 في المساء بنية التحصين، أو تقرأها في الليل فقط، تكتفي بقراءتها في الليل عند الفراغ، يقرأها الإنسان بنية التحسين وفتح النصيب والقبول، فإنه يكون ذلك، وهي صورة التوفيق والنجاح وفتح النصيب في الزواج ومنافع كثيرة جدا وقبول وحفظ لجميع الأمور. ومن قرأتها كل ليلة فإنها تتزوج بإذن الله تعالى ويتم لها المراد بإذن الله تعالى، ولكن إذا أرادت السرعة في ذلك فتعمل صدقة بنية ذلك، فتتصدق بأي شيء بإطعام أو غيره فإن بنية ذلك فإنه يحصل الفرج سريعا، وجميع الفوائد التي وضعناها في القناة للفرج ولغير ذلك فليتصدق الإنسان، لأن الصدقة عظيمة أيها الإخوة الكرام في هذا الباب، فإنها تسرع بقضاء الحاجة، تسرع بالفرج، تسرع بنيل المراد، وتسرع بالتسخيرات. وصورة الشمس تقرأ كذلك على الماء، يمكن أن تقرأها على الماء البنت كل يوم وتقرأها 3 مرات أو 7 مرات وتشربها، فيحصل لها القبول وتيسير الأمور وينفك لها العقد وينفك عليها السحر ويتيسر لها الزواج، ويعطيها الله سبحانه وتعالى البهاء والجمال، ويحفظ الله جمالها ويحفظ لها صورتها وجميع المؤثرات التي تؤثر عليها مثل العين أو العوارض التي تشوه الجمال وتشوه صورتها في أعين الناظرين، فإنه يزول ذلك بإذن الله تعالى، خصوصا من تصدقت بشيء من مطعومات أو الأموال أو غير ذلك، فيحصل بإذن الله تعالى. الصورة أيها الأخوة الكرام كما قلت لكم هي صورة الشمس وضوحها، صورة الشمس تقرأ 7 مرات صباحا ومساء، ومن اقتصر على قراءتها ليلا يكون ذلك. والصدقة، لا تنسوا هذا الأمر أيها الأخوة الكرام، الصدقة، التصدق بأي شيء، ثم القراءة على الماء إضافة إلى ذلك، تقرأ على الماء فإنها تسكن الخوف في القلب والرجفان، وتطهر داخل الإنسان إذا كان به عوارض داخلية، فإنها تزول بإذن الله تعالى، وهي كمال، والقراءة كافية، لكن إذا أضفت إليها الماء فإنه يكون ذلك أسرع. القراءة على الماء من الأفضل تكون 7 مرات، وهي صورة قصيرة لا تأخذ وقتا كثيرا، ولها منافع كثيرة أيها الإخوة الكرام في التوفيق والنجاح، والتوفيق لمن كان عنده النحس وأموره لا يوفق فيها، ويكون كثير الخسران وكثير النحس فيقرأها ويواظب عليها ويدمن عليها، ولما لا حتى القبر، وحتى يسر الله إذا فتح الله عليك أبواب الإجابة وجاء الأمر وقضي أمرك وقضيت حاجتك، فاستمر على قراءتها، يزيدك الله سبحانه وتعالى من بركتها ونعمها وتجلياتها، فيحصل لك المزيد من الخيرات والمزيد من التوفيق والمزيد من النجاحات، ويحفظك الله تعالى من جميع الظروف السيئة ومن جميع الأسوأ ومن جميع العوارض، وهذا هو الغاية في ذلك أيها الإخوة الكرام، لأننا في الدنيا نتعرض للكثير من مشاكل، إنهم يروكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، العوارض تتسلط على الإنسان من كل مكان بالسحر وبالتسلط وبالظلم، كذلك يظلمك من غير سحر فيتسلط عليك عارض فيمنعك، لأن الشيطان حسود للإنسان ويكره الإنسان وعدو مبين للإنسان، فيسلط عليه المشاكل ليحزنه ليكفره ليتعانق معه في النار، ويسبب له المشاكل في الدنيا لكي يكفر ولكي ييأس من رحمة الله تعالى، والعبد المؤمن لا ييأس أبدا من رحمة الله، ويستمر في قراءة القرآن وفي الذكر، فإنه يتجلى عليك الخالق سبحانه وتعالى بإجابة، وهو الرحيم وهو أرحم بك من أمك وأبيك، فعليكم بتلاوة القرآن أيها الإخوة الكرام، فهنا نور وبركات وروح وخيرات كثيرة موجودة في سور القرآن، وهذه السورة لها خواص روحانية عظيمة وفيها حروف عظيمة أيها الإخوة الكرام، يطول شرحها في هذه الحلقة، فالمداومة عليها تكفي، تكون العسل ولا تسأل عن الشهد، يحصل لك التجلي بإذن الله تعالى وإجابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.